المرحله دي. ايوه انا في سوهاج، انا في سوهاج انا مدير الامن عندي قوات دعم من القوات المسلحه، انا في سوهاج هقبض على مين؟ مش مستني اكلم وزاره الداخليه. انا مدير امن مسؤول، اللي انا بترك لمدير الامن وبقيمه على هذا انه له مطلق الحريه في ارساء الهدوء والاستقرار الامني في محافظته بادواته الموجوده، بقوات الامن اللي موجوده معاه، وبجهزه البحث الجنائي بتاعته، وبقدرات المديريه بتاعته، وفي نفس الوقت جسر التواصل مع المجتمع. ال 33 مليون اللي نزل يا استاذ خالد، اللي هي ان انا اشركهم في المسؤوليه الجماعيه، المسؤوليه الجماعيه دي اللي بتصنع الامم، ان كل واحد فينا في مكانه هو شخص مسؤول. كفايه انه هيقدم لي معلومه، كفايه انه هيرشدني عن مكانه، كفايه انه هيقول لي يعني يديني حاله، يديني معلومات عن التنبؤ بخططه، رصد الكلام ده كله. هنا هنا بنسميها المسؤوليه الجماعيه، مسؤوليه جماعيه للاثنين، والعمل اللامركزي لمديرين